حل الشاعر العربي الكبير أدونيس اليوم الاثنين ضيفا على مدينة الرباط في إطار أمسية شعرية احتفاء بتنصيبها تراثا إنسانيا. أنا سعيد جدا أن أكون في المغرب، لأن المغرب بالنسبة لي جزء من ذاكرتي التاريخية وجزء أيضا من ذاكرتي الشعرية. وأنا أشكر السيدة ليلى العزيزة لأنها أتاحت لي مثل هذه المناسبة. والشيء العميق جدا هو أن بلدا كالمغرب لا يزال الشعر في قلبي اهتمامه الفني والجمالي والإنساني. طفلا تدخل إلى مراكش في حاشية من توابع الشجر والعشب. وكانت هذه الأمسية مناسبة للجمهور الذي حج بكثرة للاستماع لقصائد أدونيس الذي ارتحل من مراكش إلى فاس وعبر البلدان العربية في نهر من التصوف والفلسفة والعشق والتوحد، حيث الصور لوحات تشكيلية مكتملة. هذا نشاط ضمن أنشطة مهرجان فنون للشعر المغربي الذي سيقام يومه 13 بمدينة أكادير وسيتم بمدينة أكادير يومه 15 16 17 و18. هذا المهرجان مهتم بالشعر المغربي بكل مكوناته اللغوية والثقافية وكل مكوناته استيليستيك، يعني باللغة العربية الزجل الملحون الصوفي، وكذلك بالشعر الأمازيغي تشلحيت تريفيت والتمازيغ، وكذلك باللغات الأخرى كالفرنسية والإسبانية والإنجليزية. ويحل الشاعر السوري أدونيس ضيف شرف على الدورة الرابعة لمهرجان فنون الشعر المغربي الذي سينظم بأكادير من 16 إلى 18 من مايو الجاري. شطط موزون في رياضيات يملي